السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، معكم زياد هادي استاذ آلة العود والغناء العربي في المعهد العالي للموسيقى في بغداد. اشرب بكم واهلا وسهلا بكم، واليوم احنا عندنا فيديو جديد ومونومور بآلة العود بشكل مبسط لكم حتى تعرفوه، وهي المقام الميجر للنعجم، وراح اعلمكم شلون تعزفوها. عندنا قبل ما ابدا حاب اذكركم بالدورات الموسيقيه، 8 محاضرات شهريه، ممكن تتصلون في رقم الهاتف الموجود اسفل الفيديو واللي هو خاص بالدورات الموسيقيه، حتى تريدون تشتركون اونلاين مباشره وياي لتعلم العود بطريقه سهله والغناء. نجي هذا العود، نلاحظ امامكم، شوفوا قدامكم هذا العود، راح نبدي نعزف. طبعا تبدون من المي، مي ري مي فا صلا سي لا صل فا مي الى لا لا صلا لا سي دو ري سي لا صل لا صلا لا سي دو ري سي لا صل صل فا صل فا مي ري دو ري مي. اللي هنا تحفظون مقطع ونعيد مرة ثانية، مي ري مي فا صل لا سي لا صل فا مي ري مي مي ري مي مي فا صل لا سي دو. شوف هنا مي فا صل لا سي صل فا مي ري دو ري ري مي دو سي دو تحياتكم وشكرا لكم، ونتمنى انه تعلمت اليوم في شيء جديد بآلة العود، واللي هي آلة تاريخية عصرها وتاريخها منذ 2350 قبل الميلاد، وهي أكادية سامية من العراق. تحياتي لكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي حبي يشترك في الدورات الموسيقية لتعلم الغناء والعود احنا حاضرين. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.